يوم النحر، وما أدراكم ما يوم النحر أمة الإسلام؟ يوم العيد، يوم الفرحة والبهجة والسرور، يوم النحر، يوم الحج الأكبر الذي سمي بهذا الاسم لأن فيه تقع جل أعمال الحج وأعظمها، فيحلق فيه الحجاج رؤوسهم وينحرون هديهم ويرمون جمرة العقبة ويطوفون الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة، وذلك كله يقع يوم النحر، فسمي بيوم الحج الأكبر لاجتماع أعمال الحج فيه، فكان أكبر أيام الحج. يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم النحر، هو الذي يجمع فيه الحجاج بين مبيتهم بمزدلفة ليلتها وصلاتهم الفجر بها، ثم إتيانهم إلى منى ورمي جمرة العقبة بها، وجمعهم بين التلبية في مطلع النهار والتكبير والتهليل والتحميد بعد رمي جمرة العقبة، ثم يجمعون بين مزدلفة ومنى والإتيان إلى مكة والمسجد الحرام للطواف والسعي بين الصفا والمروة، ثم يعودون مساءهم إلى منى للمبيت. فانظروا كيف اجتمع في هذا اليوم جل أعمال الحج، ولذلك سمي بيوم الحج الأكبر. في الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام أبو داود في سننه قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم العاشر، ويوم القر هو يوم الحادي عشر الذي يقر فيه الحجاج بمنى، حيث يستقرون فيه ولا يبقى لهم إلا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمرات، فيكون استقرارهم بمنى حتى يغادروا مكة بطواف الوداع. والمقصود هو هذا الدليل: إن أعظم الأيام عند الله.